لم يشعرني خبز الكعك بالاسترخاء. أو كعكة، أتريدني مساعدتي؟ سأساعد أمي. لا، سأساعدها أنا. خذ هذه. أوه، كم أنت مزعجة. لكنني أستطيع اللعب بهذا الأسلوب. خذي. العب بلطف. أوه، لقد بدأت المعركة. أعاني من حساسية اللاكتوز. ستهزمين شر هزيمة. لا تتصرفي بلؤم يا سكاي. أصبح الأمر شخصيا الآن. أعطيني تلك البيضة. أتعلمين كم استغرقت من الوقت لتصفيف شعري بهذا الشكل؟ أوه، لقد بيضت وجهك. أنا بريئة يا أمي. مايلز، لا. أعتقد أنني ارتكبت خطأ. مايلز، أصبحت في ورطتني الآن. توقف، أنا مغطاة بالدقيق. لقد طفح الكيل، احتملتكما بما فيه الكفاية. وليس أمامنا سوى حل واحد. لا يبشر هذا بالخير. ماذا؟ أين نحن؟ لا أتذكر هذه الغرفة. لا يهم، أبدو جميلة. ما زلت غاضبا منك. كم هذا حماسي. إليكم التحدي الأول. بطيخ. واو، يبدو رائعا. سأتذوقه. ليس بهذه السرعة، لن يكون الأمر بهذه السهولة. حسنا، انظرا. واو، تبدين مذهلة للغاية. لم تشاهد شيئا بعد. واو، كيف فعلت ذلك؟ لم أنتهي بعد. هذا سحر. لا، أنا شاهدت براعتي ببساطة. ابتكرا شيئا لذيذا، انطلقا. كم هذا رائع. وهذه بطيختي، من الأفضل أن أبدأ العمل. يجب أن أدرس الأمر. سأتبع منهج التفكير المنطقي. هذا مثير للاهتمام. أحتاج لإجراء المزيد من الأبحاث. لا أريد ارتكاب أي أخطاء. يجب أن أكون دقيقاً. حسناً، أعتقد أنني وجدتها. سأرسم خطاً على البطيخة من الخارج الآن. تبدو الأمور جيدة حتى الآن. وقت خضع البطيخة إلى نصفين. سأستخدم طريقة علمية تدعى الجاذبية. واو، لا أصدق أن طريقتي نجحت. مهلاً، أحتاج لنصف بطيخة فقط. أوه رائع، سأخرج لب ثمرة البطيخ من هنا. وأعرف كيفية فعل ذلك. كمية عنصرية، استمتعت بذلك. ويحي، لدي بعض البقايا على وجهي. سأستخدم مغرفة البطيخ. لن تحدث فوضى كاستخدام الفم. يمكننا التخلص من هذه الكرة. لكن لم يعد لدي أي بطيخ الآن. ماذا؟ من أين جاءت هذه؟ يمكنني الاستفادة من هذه الكرات الآن. أراك لاحقا. أمسكتها. ستخرجين من هنا. استمري يا مايلز. هذا رائع، يا له من مصاد رائع. لن تنتهي هذه البطيخة أبدا. أعتقد أنني سأكتفي بهذا القدر. أصبحت البطيخة مثالية الآن. هذا ما أحتاج إليه بالضبط. سأضيف مسحوقة للفراولة. سيكون هذا لذيذا. أشعر وكأنني سمكة ذهبية. سأصب الماء داخل قشرة البطيخ، ثم أخلط المكونات معا. أحتاج للانتظار حتى يتماسك القوام فقط. أصبحت شديدة الاهتزاز. أريد تجربة حركة ما. واو، لقد نجح ذلك. سأختبر مذاقها بنفسي. انظروا إلى جمالها. هيا بنا. كم هي شهية. من الأفضل أن أزين طبقي. لدي القليل من الفاكهة الطازجة. سأضيفها إلى البطيخ. ماذا عن العنب؟ يبدو شكله جميلا. أوشك الوقت أن ينفد. يجب أن أسرع كي أنتهي. ومع آخر إضافة سيكون هذا كافيا. انتهيت. أحب البطيخ. هل انتهيتما؟ ما الذي؟ مهلا، لدي فكرة. سأضع عودين من الخشب في طرفي هذه القشرة، ثم أثبتها على البطيخة. أصبحت شبيهة بسلة الفاكهة. مهلا، ما هذا؟ لا أصدق، هل أعددت هذه السلة بنفسك؟ تبدو مبهرة، أعلم ذلك. ترى من سيفوز. سأحكم بنفسي. كلا الطبقين جيدين للغاية. كم هذا مبتكر يا سكاي. وأداء بارع للغاية يا مايلز. أتوق لتذوق الطبقين. يبدو الجلي رائعا. ما رأيك يا أمي؟ لذيذ. سيكون الاختيار صعبا. ليس أمامي سوى حل واحد. التعادل. أحسنتما. يبدو هذا عادلا. لن أصافحك. حسنا، حان دور عصف الكمان الآن. كم هذا رائع. هذا محرج. مرحبا. حان وقت تحدينا التالي. بسكويت، هذا رائع.
رقائق ويفري شوكولاتة. واو، أحب هذه الشوكولاتة، شكرا يا أمي. ماذا يجب أن أفعل بها؟ هذا صعب. ماذا يجب أن أفعل بهذا البسكويت؟ لا أستطيع التفكير في شيء. أوه، كسرت رقائق الويفر، هذه كارثة. إلا إذا، أعتقد أنني أعرف ما يجب فعله. أحتاج لكوب زجاجي أولاً. سأضع رقائق الويفر بغلافها داخل الكوب، ثم أفتح الغلاف بعدها. الخطوة التالية إبريق حليب. سأصب الحليب داخل غلاف الويفر وأملأ الغلاف عن آخره بالحليب. سأغطي رقائق الويفر بالكامل، ثم يمكنني إضافة عصا مثلجة إليها. وتبقى خطوة أخيرة، أحتاج لتجميد المكونات. سيكون هذا كافيا، لنلقي نظرة على شكل نهائي. سيكون هذا رائعا. واو، انظروا هنا، شكلها شهيا، لكنه ليس أجمل شكل ممكن. وجدتها، أحتاج لبعض الشوكولاتة. سأستخدم ملعقة ساخنة لإذابتها. تبدو رائحتها رائعة. هذا مثالي، أعتقد أنني أستحق مكافأة صغيرة. كم أعشق الشوكولاتة. حسنا، لنواصل التحدي. سأصب شوكولاتتي داخل الكوب. لا أريد أن أسكب أي شوكولاتة، أحتاج الكمية بالكامل. وننتقل الآن إلى الجزء الممتع، سأغمس مصاصة المثلجة في الشوكولاتة. أريد تغطيتها بالكامل. واو، ما أسرع ذلك، تبدو شهية للغاية. أستطيع زيادة مذاقها حلاوة. لدي علبة من صوص الكراميل، بضع قطرات بسيطة على مصاصة الثلج. رائع، هذا ما أحتاجه. هل بالإمكان جعلها أفضل؟ نعم، رشات السبرينكلز، أفضل مصاصة مثلجات على الإطلاق. يمكنكم مناداتي بعاشق رشات الحلوى. بدأ لعاب يسيل، أعتقد أنها أصبحت جاهزة، أعني أنها تحفة فنية. من الأفضل أن أفعل شيئاً. سأزيل الجزء العلوي من البسكويت ثم أتناوله. أو التحدي، حسناً، سأستخدم السكين لإزالة الحشوة. ويحي، كان من الممكن أن أسبب الفوضى. سأتناول الجزء السفلي أيضاً. كان هذا لذيذاً، لنكرر التجربة، أستمتع بالأمر نوعاً ما. سأستمر في إزالة الحشو. أوشك الوقت على النفاذ، عليكم أن تسرع. كل شيء تحت السيطرة، أنا أبني برجاً. هذه آخر قطعة حشو. لا يبدو البرج ثابتاً للغاية، يمكنني اقتراض هذه. أستطيع استخدامها لتسييخ حشوات البسكويت. يمنحني هذا شعوراً مريحاً للغاية. الخطوة التالية، أو أحتاج إلى طبق. ها قد انتهينا. لم يكن هذا ما توقعته يا سكاي. سأتذوق مصاصة المثلجات أولاً. صوص الكراميل، اختيار جيد. إنها مقارمشة بسبب ويفر الشوكولاتة. ممتازة. من الصعب تناول هذه، لكنني سأحاول. أوه جميل، قدم كلاكما أداء جيدا، ستكون الجائزة من نصيبكما معا. حقا، سأقبل بذلك، كان يجب أن أفوز أنا، لكنني فزت أيضا من الناحية الفنية. ماذا سيحدث تاليا؟ مستعدا لاكتشاف ذلك. واو، لعبتي بوبيت، وهناك الكثير منها. هذا أعظم يوم على الإطلاق، إنها ألعابي. لا، بل ألعابي أنا. أحتاج لإلقاء نظرة مقربة. تبدو غلابة بوب إيت حقيقية، مما يوحي لي بفكرة. من الأفضل أن أرتدي الزي المناسب. لن أنسى قبعة الطاهي. لنبدأ العمل. لدي كيس تزيين مملوء بالحلوى الحمراء، لكنني سأحتاج ألوانا مختلفة، وكانها ألوان قوس قزح. سأبدأ باللون الأحمر. ستتحول لعبة بوب إيت إلى قالب. حسناً، لنغير اللون. واو، يبدو اللون الأصفر زاهياً للغاية. يجب أن أحافظ على الترتيب، لابد أن أواصل العمل. بدأت أشعر بالضغط. هذا أفضل، شكراً. كم هذا ممل. لا، لا أريد هذه. على شكل دائرة؟ لا، يمكنني التخلص من هذه. هذا أمتع من التحدي في الواقع. مهلاً، وجدت شكل قلب، هذا هو مرادي. كم يبدو رقيقاً، أستطيع البدء الآن. رائع، يمنحني شعورا جيدا. تبدو محقا، يمنحني شعورا جيدا حقا. ليس امامنا الكثير من الوقت، تبدو الحلوى جاهزة. سأزيل الحلوى من لعبة بوب إيت. يمنحني ذلك شعورا مريحا للغاية.
وهذه آخر قطعة. واو، أستطيع تناولها الآن، لكن علي مقاومة رغباتي. سأقطع الحلوى إلى قطع منفردة بهذه الطريقة، ثم أضعها داخل قالب كبير، وأحتاج بعدها لخليط جيلي شفاف. سأصبه في الوعاء، ثم ننتظر حتى يتماسك القوام. أستطيع إخراج الجيلي من القالب الآن. واو، هذا أفضل مما ظننت. النتيجة النهائية ملونة من الغاية. أنا عبقري في المطبخ. يجب أن أصبح طاهياً محترفاً. يبدو الطبق رائعاً، أتحرق شوقاً لتذوقه. سيكون مذاقه رائعاً جداً. انتهيت يا أمي. يسعدني سماع ذلك. أولا، أوشك الوقت على الانتهاء. سأبدأ بقص قطع لعبة بوب إيت الصغيرة. واو، هذه كمية كبيرة. مرحباً يا أمي، أستطيع رؤيتك. ركزي، سأضع القطع في وعاء. كم هذا سهل. سأصب الحليب الآن. ستكون هذه الكمية كافية. انتهيت في الوقت المناسب. وقت لجنة التحكيم. واو، انظروا هنا. أتريدين مني أن أتناول هذا الطبق؟ لماذا؟ ما مشكلته؟ مهلاً، ما هذا؟ ماذا؟ لا أستطيع رؤية شيء. حانت فرصتي. إنها مطاطية، مذاقها جيد جداً. أريد هذه الوصفة. ماذا يحدث؟ سأضع هذا الطبق جانباً. يمكنني تناول هذا الطبق على الأقل. انظر إلى جيلي وهو يهتز. من سيفوز؟ سيكون هذا الاختيار سهلاً. مايلز، هل تمزحين؟ هل أنتما مستعدان لجولة أخيرة؟ ما رأيكما في شكلي؟ يبدو غريباً. ماما؟ أوه، انظرا، لدي حلوى غزل البنات. أريدها، إنها حلوائي المفضلة. توقفي عن الحركة. خذيها. أنا أحاول. بدأت أشعر بالدوار. ها، حصلت عليها. أنت تفسدين متعتي دائما. كان هذا جارحا بعض الشيء. حسنا، لنبدأ. ماذا؟ كيف تفعلين ذلك؟ لذيذة. أعلم ما يجب فعله. ستكون جولة سهلة. سأضع غزل البنات فوق لوح تقطيع، وأحتاج إلى هذه. سأبدأ في فرد حلوى غزل البنات، ثم أرش البسكويت الصغير فوقها. أريد واحدة. وأضيف حلوى المارشميلو بعدها. أتمنى لو كنت مهرجة. أين ذهب بالوني؟ تبدو الحلوى كانت سحابة لذيذة. يجب أن تحتوي على القليل من هذه الرشات. واو، ما أجمل هذا. لا أمانع تناولها بالتأكيد. لكن لم ينتهي عملنا بعد. واو، أعشق البالونات. سأضع القليل من المثلجات على الحلوى من الأعلى. واو، كأنه حلم يتحقق. يحتوي هذا الطبق على كل الأشياء التي أشتهيها. حان وقت الجزء الأصعب. سألف الحلوى كأنها شطيرة بوريتو. أمي، أتمنى أن تكوني جائعة. أتركي القليل من أجلي. ماذا فعلت سكاي حتى الآن؟ واو، صنعت وردة. ما رأيك؟ أوشك الوقت على الانتهاء. ترين ترين ترين. واو، يبدو طبق شهياً يا مايلز. أين طبقك يا سكاي؟ أوه، حسناً، لقد شتت انتباهي. ماذا حدث؟ كانت هناك بالونات، وخطرت لي فكرة. انتظري لحظة، أتمنى أن تكوني من محبي السحر. أين ذهبت؟ أقصد، أين ذهبت سكاي؟ واو، يا له من عرض ممتع. هذه أنا في الواقع، لكنني متنكرة. تعادل، أحسنتما. نعم، فأنتها. فعلاً، أنا الأفضل. يا له من تحدي لذيذ. نأمل أن تكونوا متعطشين للمزيد. لكن من قدم أفضل أطباق في رأيكم؟ مايلز أم سكاي؟ أخبرونا في قسم التعليقات أسفل الفيديو. تذكروا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الرائعة.